يسعدني ويشرفني بالتحدث نيابة عن فريق القلب بهيئة الصحة بدبي والمشاركة في جناح الهيئة في معرض الإنجازات الطبية في دبي. طبعاً إحنا في المعرض هذا نعرض ما يعرف بالتافي أو تبديل الصمام الأبهر عن طريق القسطرة، وهي من التقنيات الحديثة في مجال القسطرة نسبياً. وقد بدأت الهيئة عن طريق فريق القلب بالقيام بهذه العملية في السنوات الثلاث الأخيرة، وأنجزت أكثر من 100 حالة، وهو يعتبر أكبر رقم في الشرق الأوسط بالنسبة لمركز متخصص في هذا الإجراء. نسبة النجاح كبيرة جدا، وعلى ضوء هذا بالنسبة للعدد والنجاح تم اعتماد مركز القلب في هيئة الصحة بدبي من قبل الجهة الأمريكية حتى يكون مركز متخصص في إجراء مثل هذه العمليات، وحصل المركز على Center of Excellence أو مركز متميز، وهو أول مركز في الشرق الأوسط يحصل على هذا الإنجاز. طبعاً الصمام الأبهر هو الصمام الذي عن طريقه يتم ضخ الدم المليء بالأكسجين من القلب إلى باقي الجسم، وعامة عند كبار السن يتعرض هذا الصمام إلى التضيق، وبالتالي يحدث صعوبات في النفس وضيق في التنفس وعياء وإغماء ووجع في الصدر. وكانت الطريقة المتعارف عليها هو التغيير عن طريق الجراحة والقلب المفتوح، ولكن بفضل هذه التقنية التي تم اعتمادها فنسبة النجاح كانت أكبر، وكذلك نسبة بقاء المريض في المستشفى لا تتعدى 48 ساعة. والعملية تجرى تحت بنج موضعي ومنوم فقط، وليس هناك حاجة للتخدير التام، والمريض يتحرك في نفس اليوم ويغادر المستشفى في اليوم التالي أو اليوم الذي يليه. معدل أعمار المرضى بين 60 إلى 96، ولله الحمد نشكر رب العالمين على توفيقه وعلى جهود الفريق في هذا النجاح المتميز.